عقدت وزارة التنمية المستدامة ورشة عمل تشاورية للشباب بشأن التنمية المستدامة، وذلك من أجل تبادل النقاش بين المشاركين حول الدور المحوري للشباب كشركاء في تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستخلاص نتائج النقاش اللي يتم تضمينها بالاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول أهداف التنمية المستدامة. وتم خلال الورشة التأكيد على الدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظمة يده الله ورعاه لشؤون الشباب، تقديرا لجهود الشباب المخلصة وإنجازاتهم المشرفة لرفعة وتقدم المملكة، وحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مواصلة الارتقاء بالشباب البحريني وتمكينهم في مختلف مواقع المسؤولية، بالإضافة إلى متابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب من أجل توحيد الجهود في الاستثمار الأمثل بالطاقات الشبابية وتوفير كافة البرامج التدريبية لهم. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التي عقدت مع ممثلين من القطاع الحكومي والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهات الداعمة لملف المرأة والتي تتماشى مع المنهجيات الدولية لإعداد الاستعراضات الوطنية الطوعية. احنا فخورين جدا كون الشباب عنصر أساسي ويتم استشارتهم في الورش التفاعلية للوصول لأهداف التنمية المستدامة. يعني احنا الشباب دائما يذكرون أن جلالة الملك يعتبرهم المستشارين الأساسيين في كل ما يتعلق بأمور المملكة، ففخورين جدا كون الشباب جزء من هذه العملية، وإن شاء الله راح يكون دورهم في هذه الورش دور أساسي وفعال، وإحنا دائما ندعمهم وندعم أهداف التنمية المستدامة وندعم صحبة السعادة أيضا في كل خطواتها، والشباب دائما قدها.